محمد نزح من الحديدة مع والده الأعمى وأخته المعاقة بعد أن توفيت والدته بسبب الرعب من أزيز المدافع ودوي القذائف التي كان يقصف بها الحوثيون المدينة. ولكونه العائل الوحيد للأسرة لم يستطع أن يكمل تعليمه، الأمر الذي دفعه لترك التعليم متجها إلى سوق العمل في سبيل الحصول على سبل العيش لأسرته. أنا أشتغل لقد باب عشان أشتغل على أخواني، والآن الشي دروس عمره 15 سنة. أنا بطلت دراسة بسبب الحرب، والآن الشي دروس ماشي معي فلوس. أدخل منه؟ لا لا أدخل منه؟ أكثر من 7 مليون طفل يمني بحسب تقارير اليونيسف حرموا من الحصول على حقهم في التعليم كبقية أطفال العالم بسبب هذه الحرب، ناهيك عن حرمانهم من بقية الحقوق، وحتما سيؤثر هذا سلبا على سلوكياتهم عندما يكبرون. يوم جانا الطقم إلى بيتنا شلونا ورجع ردينا، رحونا للنقعة دربونا نسحب على بطوننا ودربونا نطلع الجبال والرصاص وراء خلفنا ومتجاهنا ومن كل المكان. كنا طالعين الجبل وعلمونا كنا بالليل ننشر في الزفلت ان الوسم نتدرب بين الصمت، وحنا كنا نصمتين ورد بالما ساعة يجي 8 ويرد وخلونا نرقد ساعة ورجع بالفجر نصل نصلي ويروحوا بنا الوسم نتدرب. أول ما بدأنا نقرأ ورجعنا للمدارس قالوا بلا ندخل الجبهة، وإلا لما ادخل الجبهة كذا بيجي ما عندي ما ورجع طحونا بقطع رقبتي تونا خددونا بالقتل والدمر. وبعد ما طلعنا للجبهة جلسنا مدة ورجع دونا بنادق ودخلونا المقدمة. في تخوف من بعض الأطفال، في بعض الأطفال كتومين لا زالوا إلى الآن لم يفرغوا ما في داخلهم. إن شاء الله مع مرور الشهر كامل نكون قد قمنا بتأهيلهم حتى نسبة 85، لأنه الشهر ليس كافي بتأهيل أطفال تم زقهم في صراعات ونزاعات مسلحة. الأطفال يتراوحون من 9 إلى 15 سنة، هم أطفال ليسوا مؤهلين لأنهم يخوضوا في نزاعات مسلحة. هناك خوف قلق، بعض أطفال أصبح لديهم انطواء شديد، عزلة، عدم الحب للمشاركة الاجتماعية، هناك أيضا اكتئاب. في الوقت الذي يحتفل فيه أطفال العالم باليوم العالمي للطفل، يعيش أطفال اليمن طفولة مبعثرة في مخيمات النزوح بسبب الحرب الغاشمة التي شنتها ميليشيا الحوثي على اليمن واليمنيين،